تونس تنبني عليها عملية بناء الديمقراطية في المغرب. على أي حال الكتاب حزب وحزب جدا، والمقاربة هي ليست مقاربة تقنية مؤسساتية أحادية للديمقراطية بقدر ما انطلق من فكرة المنطلق. يمكن هذه هي التي تطبق بالنسبة التي انطلق من الأستاذ عزوز، هو من فكرة الأردوغان حول الديمقراطية، أن الديمقراطية ليست فقط الجانب المؤسساتي والتقني والانتخابي أو الانتخابي، ولكنها في الشرق البعيد والعميق تتعلق بثقافة وببنية عقلية وببنيات دينية. إلى أي حد أن هذه البنيات الدينية التقليدية التي تشكل ثقلا في الممارسة السياسية بالنسبة للفاعل السياسي، إلى أي حد لا زالت لها بعض التمرسلات وبعض التمرسلات التي تؤثر بين قوسين تعرقل إلى حد ما عملية البناء الديمقراطي. لذلك فهناك عدة تمرسلات في الكتاب، تمرسلات السياسة، تمرسلات الثقافة، تمرسلات الدوليات، تمرسلات البنيات السياسية والبنيات العسكرية والبنيات الحزبية، تمرسلات العهد الجديد للانفتاح الديمقراطي والتعددية السياسية والديمقراطية في عملية البناء الديمقراطي. كتاب كهذا هو تفكير مزدوج وتفكير عالم وتفكير عالم وتفكير ممارس بلغة ماكس فيبر وصابون إيلوبوليتيك، بمعنى هناك منظور لباحث عالم يدرس المسألة الديمقراطية والمسألة ويضعها تحت موضع التشريع السوسيولوجي السياسي، ولكن هناك أيضا مناظر يكتب من داخل الفعل السياسي ومن داخل الحق السياسي، وهناك تقاطع أو تمصل ما بين هاتين النظرتين، نظرة الفاعل السياسي ونظرة المحلل السياسي، وهذا التقاطع هو الذي خلق هذا الكتاب. والكتاب هو جدير بالقراءة، لأنه كما قال الأستاذ القاضي، لأن القضية التي يعالجها هي ليست قضية من باب الموروث أو التراث، بل هي من قضية الراهن المغربي ومن قضية المستقبل المغربي، لأن مستقبل المغرب في الديمقراطية وفي تقوية الديمقراطية وفي تقوية مؤسسات الديمقراطية، لأن الدولة لا يمكن أن ننظر إليها فقط من زاوية حامل السيف، ولكن ينبغي أن ننظر إليها من زاوية العالم ومن زاوية الفقيه ومن زاوية المثقف السياسي، بمعنى أن الثقافة الديمقراطية هي التي ينبغي أن تسلك وهي المبتدا والمنتهى في كل خطاب سياسي مشتد وفي كل ممارسة سياسية ذات رهان وذات مستقبل. استسمحكم على هذا التقديم المنفجر لأنه فوجئت وهو لا يمثل إلا نزلا قليلا مما يمكن قوله في الكتاب ومما يمكن قوله في صاحب الكتاب، وهو أستاذي الذي علمني الفلسفة وعلمني السياسة وعلمني الثقافة السياسية، فكل الشكر له في هذه الصلة بين الرحيم وبيننا نسمو. أولا لقد فعل خيرا عندما في هذا الكتاب عندما أتت لنا صلة رحم مع مجموعة من الزملاء والأصدقاء والمناضلين لكي نتواصل في هذا الركن وفي هذه الزاوية، زاوية الصحافة المغربية. شكرا لهذه الركن، شكرا لهذا الركن، شكرا لهذه الصحافة، شكرا لمشاهدنا عزوز أبو مارس. الآن الكريمة الأخ عبد الكبير عزوز ليتحدث على هذا المولود وعلى هذا البناء الديمقراطي. أشكر الأخ الوطني للثقافة المغربية، وأشكر أخي وصديقي الأستاذ قاضي على هذا التقديم، كما أشكر أيضا أخي وهذا الهدف لاعب جمعوي وباحث يحضر شهادة الدكتوراه في بحثه في بحث متميز جدا، ونتمنى له التوفيق. بالنسبة لهذا الكتاب أقول بأن مقاربة الفكرة الديمقراطية في المغرب ليست
جديدة، ولكنها يمكن أن نقول بأنها فعلا هي جديدة. لماذا؟ لأن الاهتمام ببناء ديمقراطية وبالتشكل الديمقراطي لم يتم إلا في العقود الأخيرة من تاريخنا المعاصر. فالمثقفون الكبار لم يهتموا بالبناء الديمقراطي وبالتشكل الديمقراطي في أفكارهم وفي طروحاتهم. فما نعرف مثلا محمد الجمهوري رحمه الله وآخرون لم يفكروا في مسألة الديمقراطية وفي مقاربة الفعل الديمقراطي والتحول الديمقراطي في المغرب إلا من زوايا ضيقة جدا. فكان الاهتمام كله في مرحلة الستينات والسبعينات يهتم أساسا الكونية التي مارسوها بالفعل في المجتمع المغربي والذين نظروا لأفق آخر متحرك يربط بين القومية في مرحلة معينة ويربط بين الفكر الماركسي الذي تم تبنيته في صورة المجتمع المغربي. فلم يكن هناك اهتمام بالبناء الديمقراطي وبالتطور الديمقراطي الا كانت في ايام قليله جدا. وبالتالي فهذا الحصص في نظري يجب ان نبداه الان. لماذا؟ لان التصالح التي وقعت بين الدوله والمجتمع انطلاقا من الاطروحات الجديده التي انبثقت من مؤتمرات اليسار الوطني في مرحلة معينة ومن الأحزاب الوطنية في مرحلة سابقة كلها أدت إلى التفكير الحقيقي في التحول الديمقراطي في المغرب وفي البناء الديمقراطي في هذا البلد. لماذا؟ لأن هناك خصوصية تميز الدولة المغربية عن غيرها من الدول في إفريقيا في الشرق العربي في كثير من الدول على التاريخ. كون ان مجتمعنا ودولتنا ترتبط بخصوصيه لا نجدها في كثير من دول العالم. هذه الخصوصيه هي الاستمراريه، وهذه الاستمراريه جاءت لكون ان هناك مساله اساسيه جدا ميزت التاريخ المغربي وهي دوله المغرب. هي استمراريه هذه الدوله. انا طرحت سؤال كبير، هل استمراريه هذه الدوله وارتباطها بالماضي بإمكانها أن تساهم فعلا في التطور الديمقراطي الذي ينشئه العالم الآن؟ هذا السؤال حاولت أن أجيب عنه انطلاقا من قولة كانت لواحد قالها عندما سئل عن لماذا استمرت الدولة الشريفة في المغرب، فقال أننا اهتممنا بثلاث أشياء، اهتممنا بالفلاحة وبالجيش وبالفقه. فأنا انطلاقا من هذه القولة حاولت أن أقوم بعملية قراءة جديدة للمسار الديمقراطي في المغرب، انطلاقا ليس من الدراسات الأكاديمية ومن البناء الدستوري ومن الدراسات التي تهتم بالجوانب الشكلية كالدستورانية مثلا وك التعدد السلط وكذلك ايضا ارتباطا باشكاليه اساسيه جدا وهي البنيه العميقه الفكريه للمجتمع المغربي وللانسان المغربي. اذا حاولت ان انظر الى الديمقراطيه انطلاقا من التوجه السوسيولوجي والانثروبولوجي، وهذا هو الذي جعلني انطلق من كون ان هذا الثلاثي يشكل ما اسميه باسلوبيه الدوله المغربيه او دوله المغرب. وبالتالي فهذا الارتباط التقليدي في البنيه الفكريه العميقه للمجتمع المغربي التقليدي وفي القفزات النوعيه الان التي نعيشها الان لمحاوله الانفتاح فتح الدوله التقليديه على المعاصر على التجارب الديمقراطية المعاصرة، هذا سمح لي بأن أخرج بخلاصة تقول بأنه في إمكاننا أن نخلص جميع الأحزاب الوطنية في هذا المجتمع في الدولة انطلاقا من
هذا الأفق، أي أفق من الديمقراطية خلافا للديمقراطية في المجتمع المغربي. واستحضرت كما قال أشار إلى ذلك الأخ سليم، استحضرت التعريف الذي قال به السوسيولوج الفرنسي المتميز ألان توريل، فهو لم يشير إلى المستويات التعريفية الأكاديمية المرتبطة بالقوانين الدستورية وبالأعراف الأكاديمية، بل ذهب مباشرة إلى التأثر والتأثير المباشر للمجتمع وذاته حول هذا المفهوم، مفهوم التطور الثقافي في العالم انطلاقا من الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية، وأساسا وطروحات قطبهم الذي كان يرى بأن مستقبل الإنسانية انطلاقا من التجارب التجربة الأمريكية بالخصوص التي أقرن لها ديران كتاب مهم جدا عن الديمقراطية في أمريكا، قال انطلاقا من هذا التطور الديمقراطي في أمريكا في الإمكان الإنسانية والعالم أجمع أن يصير في هذا النفق وهذا الباب اليوم. لو أن كل الدول الآن في أفريقيا وفي آسيا وفي الشرق الأوسط وفي أمريكا اللاتينية كلها تتجه نحو المضامين الديمقراطية انطلاقا من خصوصيات المجتمعات، وبالتالي فنحن في المغرب لنا خصوصية مهمة جدا وهي من جهة الاستمرارية، من جهة التوافق مع الدولة العميقة الدولة التقليدية التي قال عنها بإمكاننا هذا المخزن أن نستثمره لكي ننطلق من أسسه في الاستمرار وفي الاستقرار لكي ننتهي على بناء الديمقراطية المعاصر، وهذا بطبيعة الحال أصبح الآن مطمح كل المغاربة وكل الأخرى المغربية بما فيها إلا رشد يسير جدا بعد التي ما زالت تحل إلى الدولة الكوريانية التي تسير وفقا نمط أحادة. الآن كل الأخرى المغربية كل أحزاب الوطنية التقليدية تسير نحو أفق بناء دولة ثقافية تعبدية تؤمن بالتعبدية الروسية بالتعبدية الثقافية والتعبدية اللغوية، هذا هو المطمح الذي نسير نحوه، ونعتقد أنه بإمكاني أن يتحقق هذا النطاق، وعندنا بعض التجارب التي استمرت في هذا الإطار، ولعل تجربة الهند التي تعتبر الآن هي أكبر دولة ليست أمريكا، لأن سكانها يتجاوز المليار نسمة، هذه الدولة منذ استقلالها عن الاستعمار بريطانيا أصحاب الدوري، وهي تجدد واحد منطقها ديمقراطيا بشكل دولي على مستوى الانتخابات وعلى مستوى التنظيم السياسي وليس الاقتصادي والاجتماعي. فهل هذا السؤال الذي طرحته، هل بامكاننا كمجتمع وكدوله ان نحقق في المغرب هذا المنتظر دون ان يكون هناك ارتدادات او ان تكون هناك قطائع ربما هذا ما يكون اجمالا على الاكثر في التفاصيل، فالقارئ الحصين سيكتشف كثير من الاشياء المهمه جدا التي تمكننا في نظام الديمقراطي الوطني الميكروفون.